السلام عليكم خوتنا المحترفين محترف الدهانات. اليوم عندنا موضوع خاص بخوتنا نقدر نقوله الهواة أو المبتدئين. الموضوع هذا وهو عبارة عن نصيحة تتمثل في أداة العمل اللي هي معروفة تقريبا عند المبتدئين. هذه الواحد راه واش سميناها ونحن نسموها فلوتوار. طبعا النصيحة هذه تتمثل في انه تحاول انك من البداية تتعلم باللساس، تتعلم هذه باللساس، لانه تقريبا معظم الدهانات ومعظم الاختيارات اللي راهي قادمة في المستقبل راح تعتمد على اللساس. اذا انت من الاول راح تعود روحك على العمل باللساس، وهذا باش يسهل لك مره اخرى المهمه في الديكور.